كيف شفتوا هادو الناس يعني النساء سلاليات ديال ولاد حريز الغربيه عملات سطات. كان واحد الاقصاء ممنهج من طرف المسؤولين. دائما الابواب كنلقاوها مغلقه في الوجه ديالنا. علاش المراه السلاليه ديال ولاد حريز كتقصى؟ وعلاش الادارات هنايا كنلقاوها مسدوده في وجه ديال المواطن؟ واننا حنا راه ما ساكتينش. هذه بدايه الانتفاضه ديال المراه السلاليه ديال ولاد حريز. المحليين كيقولوا لهم بانكم انتمايا ما عندكمش الحق ديو واخدين مقيدينهم وشو واحدين ما مقيدينهمش؟ سلاليات عيالاتهم هما وبناتهم وهذا مقيدينهم وحنايا قال لك لا انتم ما نقيدوكمش. في النواب في النواب ما بغاوش وحنا ما عندناش فين نشكيو.